السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أسباب منع السلطات المحلية في المهرة دخول ناقلات البضائع عبر منفذ شحن ومشكلة مئات اليمنيين العالقين في المنفذ منذ أكثر من 3 أسابيع. قالت مصادر مطلعة إن عشرات ناقلات البضائع متوقفة في منفذ شحن بمحافظة المهرة بسبب إضراب بعض مكاتب التخليص الجمركي عن العمل احتجاجا على رفع الرسوم على البضائع المستوردة من سلطنة عمان بنسبة 100%. وفي السياق ذاته قالت مصادر محلية أن مئات اليمنيين المقيمين خارج اليمن عالقون في منفذ شحن الحدودي مع عمان منذ حوالي 3 أسابيع بانتظار مرورهم عبر الأراضي العمانية إلى الخارج. وبحسب المصادر فإن هذه الإشكاليات والإجراءات المشددة جاءت بطلب من قوات التحالف التي تسيطر على المنفذ. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما الأسباب التي أدت إلى منع السلطات إدخال الناقلات والبضائع عبر المنفذ؟ وما الأضرار التي ستطال المواطنين والتجار نتيجة زيادة رسوم الدخول عبر المنفذ؟ قبل النقاش نتابع التقرير. ممنوع من دخول المهرة، ليس الأمر علاقة هنا بأشخاص مشتبه بهم أو مواد خطرة، بل بمنتجات وأجهزة وقطع غيار لها ارتباط مباشر بمصالح المواطنين واحتياجاتهم اليومية. المانع هنا سلطات المهرة، والآمر بالطبع ليست الحكومة بل الحاكم الفعلي في المهرة السعودية، والمستهدف من هذا المنع سلطنة عمان. السلطات الرسمية في المهرة أصدرت أوامر بمنع دخول أي منتجات آتية من سلطنة عمان، وحددت مذكرة صادرة من مكتب محافظ المهرة راجح باكريت أسماء مواد معينة يمنع عبورها من منفذي شحن وصرفيت الحدوديين مع السلطنة. المواد المحظورة تشمل خلايا الطاقة الشمسية وبطارياتها وأجهزة وهواتف اتصال وبرامج حاسوب، بالإضافة إلى ألعاب ودراجات نارية وقطع غيار الأجهزة. وكان من اللافت أن من ضمن المواد المحظورة سيارات الدفع الرباعي التي منعت الرياض دخولها إلى اليمن عبر منفذ الوديعة. الإجراءات الأخيرة تتزامن مع علوق مئات اليمنيين في منفذ شحن بعد منع السلطات العمانية عبورهم إلى دول مختلفة، بينهم طلاب ومرضى ومغتربون. كانت المهرة قد شهدت اتفاقاً يقضي بتوقف التدخل السعودي في شؤون المهرة بعد اعتصامات شعبية بدأت في 25 يونيو الماضي طالبت باحترام السيادة الوطنية، لكن السعودية وفق مراقبين نقضت الاتفاق ومارست ضغوطات على الشرعية لتعيين شخصيات في السلطة المحلية تدين بالولاء لها. فيما يبدو فإن المهرة تتجه وفق محللين لتصبح ساحة لتصفية حسابات بين الرياض ومسقط، الخاسر فيها الاقتصاد المهري واليمنيون الذين كانت حدود المهرة متنفسا لهم في الانتقال إلى العالم، وقبل ذلك كله السيادة الوطنية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الناشط علي مبارك عضو اللجنة الإعلامية المنظمة للاعتصامات في المهرة. مرحبا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. بداية أستاذ علي، ضعنا بالصورة الواضحة حول الإشكالية الآن ومنع دخول الشاحنات في منفذ الوديعة وأيضا مغادرة اليمنيين إلى الخارج عبر عمان. منفذ الشحن، نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. بداية سأتحدث عن وضع المهرة بشكل عام. المهرة آمنة ومستقرة منذ بداية المشاكل اليمنية كامل منذ سنوات، وهي آمنة ومستقرة أمنيا واقتصاديا وسياسيا وبعيدة عن الصراعات بشكل الكامل. حتى أنه في أواخر 2000 السنة الماضية 2017 كما تعرفون أنه جاء القوات السعودية ونزلت في المهرة وعملت على خلق زعزعة في نسيج المهري. ما يحصل هذه الأيام هو أنه عملوا قيود استثنائية كما عملوا هم من السابق القيود هذه الاستثنائية على التجارة والاستيراد والتسيير في منفذ شحن. هم يحاولون الآن أنهم يمنعون الحركة التجارية في منفذ شحن، وهذا المنفذ يعد المتنفس الأول على مستوى المحافظة، وهو الذي إذا توقف سوف تتوقف كافة الخدمات وكافة الإيرادات عن المحافظة. حصل أنه كان يوم السبت الماضي
زار المنفذ الأخ المحافظ ومدير رئيس مصلحة الجمارك وذهب هناك وعملوا قيود أخرى على الحركة التجارية في المنفذ، ومنها رفع الضريبة الجمركية كما يقول التجار هناك وأصحاب المكاتب أنهم رفعوها ب100%، وهذا أمر وسابقة خطيرة على حركة التجارة. برضو كان هناك في منع لبعض المواد من الدخول، وخرج المتظاهرون من أجل أن ترفع هذه الموانع وأن تتم حركة الاستيراد وتصير على شكلها السابق، بل هم الآن عددوا الأمر أكثر وأكثر برفعهم هذه الضريبة وكذلك بمنع مواد أخرى من الدخول. الآن اليوم أكثر من 15 أو 20 مكتب قبل أمس كانوا نزلوا بيان يستنكروا هذا الأمر الذي الأمر الجائر على المهريين، لأنه هذا الأمر كما أسلفت سابقا يدخل في الأمن الاقتصادي للمهرة، يعني أنه الآن في ميزانية إسرائيلية، في رواتب موظفين، في هذه كانت مفتوحة وكانت موجودة للمهرة في يعني الفترة السابقة، توقفت الرواتب في جميع الجمهورية إلا في محافظة المهرة، كانت أزمة للمستندات النفطية في جميع الجمهورية إلا في محافظة المهرة بسبب هذا المنفذ الذي لم يتوقف لا راتب موظف ولا أي حركة من الحركات التجارية داخل المحافظة، والآن هم بقيودهم هذه وبالأفعالهم هذه يجعلون المواطن أمام وضع خطير جدا، وخاصة من الأيام هذه انهيار العملة والمشاكل الاقتصادية. يعني يفهم المواطن أنه الوضع يعني خطير جدا وأنهم يحاولون يجعلون المواطن معتمد عليهم، يعني يحاولون أنه يفرضون قيود أخرى على المواطن لأنه يجوع المواطن، وهذه الحركة لا يرضاها المهريون أبدا. نعم، طيب ابقى معي علي ونشرك معنا في الحديث أيضا وكيل محافظة المهرة الأستاذ بدر سالم. مساء الخير أستاذ بدر. مساء النور، مرحبا أخي. أهلا بك أستاذ بدر، لماذا كل هذه الشروط والمنع في منفذ شحن بالمهرة؟ حياكم الله أخواننا في قناة بلقيس، وكنت أرجو أن يكون التقرير يستند على مواثيق وعلى أخبار صحيحة، ولا تكون أخبار مصادر مطلعة حسب ما تقولوا. الآن أستاذ بدر نعم. نحن يعني تصلنا الأخبار، نناقش هذه الأخبار ونستضيفكم لتضعونا في الصورة الحقيقية، والآن على الجانب الآخر علي بن مبارك عضو لجنة الإعلامية للاعتصام تحدث بكل النقاط التي أنت ربما الآن تنكرها، نسمع منك، تفضل. طيب جزاك الله خير، لا تحاول تقاطعني، خليني أكمل كلامي وأكمل نعم. فكرتي طيب. لا تحاول تقاطعني، أنا أتكلم الآن من مصدر من السلطة، وأتكلم لك بكلام ليس مصدر مطلع، كلام رسمي. نعم. ويعرف الجميع أن المسؤول المباشر على الجمارك هو مصلحة الجمارك وليس سلطة المهرة، وهذا سائر على كافة المنافذ اليمنية البرية والبحرية. محافظة المهرة فيها منفذ الوديع، منفذ شحن وأيضا صرفيه، حصلت بعض الإشكالية التي يروج لها البعض في منفذ شحن، كانت في السابق بعض المعتصمين أخواننا طالبوا تم حظر بعض المواد التي يدعي التحالف أنها تستخدم في الحرب، وتم توقيفها من هيئة مصلحة الجمارك، توجيه للسلطة في المحافظة وهي الأسمدة والماسورات المياه هكذا، وتم حلها بالجلوس مع التحالف ووضع لها آلية. الآن أتى بعض التعليم على بعض المواد مثل السيارات الدفع الرباعي، ولكن للأسف نحن هنا ندعم التحالف، التعليم هذه المرة ليس من التحالف، والتحالف لا يملك أي قوة في المنفذ، التعليم هذه المرة أتى من مصلحة الجمارك ومن رئيس الجمارك بن بريك، أتى وزارة المنفذ، وبرضه النسبة التي رفعت الجمارك هي 10% وليست 100%، 10% وهي سائرة على كامل منافذ اليمن، كافة منافذ البرية في اليمن والبحرية. نعم. في الوديعة وغيرها كانت النسبة عندنا في المارس
35% والآن رفعت إلى 45%. صحيح هناك حصلت بعض الأضرار من بعض المكاتب وبعض التجار، البعض من جمرك والبعض جمرك والعمل ماشي، لكن ما سمعته في التقرير أن المنفذ موقف وأن هذا لم يحصل أبدا. نعم طيب الآن نحن نتضرر في السلطة، نحن أولا متضررين في السلطة من الإيرادات، في نسبة بسيطة هي الإيرادات، معظم الإيرادات مركزية نسبة بسيطة للمحافظة، ولما يقل العمل في المنفذ أكيد السلطة تتضرر. نعم ولكن يجب أن نضع الحروف النقاط فوق الحروف وأن نتكلم بشفافية وبمصداقية. نعم طيب أنت الآن تنفي بأن هناك نعم طيب أستاذ بدر أنت الآن أستاذ بدر القرار ليس بيد السلطة، القرار آتي طيب من رئيس الجمهورية ومن مصلحة الجماعة. طيب أستاذ بدر اسمعني، وهي النسبة 10% فقط. نعم طيب الآن هذا يعني أنت الآن تنفي جملة تفصيلية أن هناك إجراءات وتجديد ومنع دخول بعض البضائع وأيضا مغادرة بعض اليمنيين العالقين في هذا المنفذ. لا 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 حاول أن توضح الأمر. ليس هناك منع المغادرة اليمنيين من عبر منفذ شحن، ما في منع. إذا في منع ممكن من المنفذ العماني لعدم حصولهم على التأشيرات. نعم. أما المنفذ اليمني داخلين خارجين ما في مشكلة. نعم طيب لماذا رفعتم 100% في البضائع القادمة من عمان؟ في مجموعة من الطلاب صدرت لهم تأشيرات والمنفذ العماني حتى لا لم يدخلهم، لكن لا شأن المنفذ اليمني في هذا، نكون واضحين ونكون صريحين، لا شأن المنفذ اليمني في هذا ولا شأن الاتحال في هذا ولا شأن للسلطة في هذا. هذا المنفذ الحدودي هو مع الجهات العمانية، هناك منفذ المديونة من حقها أن يرفض، من حقها أن يدخل، هذا شأنهم. نعم طيب أستاذ اليوم في هناك أرقام اللي تم اعتماده من وزارة الداخلية، أرقام المهرة وأرقام حضرموت، نتفاجأ الجانب العماني يرفض دخولها وليس الطلاب واليمنيين فقط. نعم يعني طيب نعم احنا لا نتعب. طيب اتمنى تجيبني على سؤالي حتى انتقل للاستاذ علي مبارك، بس اجبني على سؤالي لماذا رفعتم على البضائع التي تاتي من سلطنه عمان الجمارك 100%؟ لا لا هذا ليس صحيح، البضائع كلها تاتي عبر عمان، سواء كانت من دبي كانت من الريسوس، كلها تاتي عبر عمان، ما عندنا منفذ غير عمان، وكل البضائع في التجمرك التي رفعت على كلامي واضح كانت النسبه 35% الجمارك على 35%، الآن رفعت إلى 45% وهي للجميع وليس فيها استثناء. نعم اللي توقفت فقط هي الدفع الرباعي للسيارات فقط، ما نعم. في حاجة ثانية. نعم والجمارك شغال، بعض التجار اللي خارجهم جمرك والبعض تم التوقف لم جمرك حتى الآن. طيب أستاذ بدر معترض وأريد أن أوضح طيب. موضوع مهم، بعض الآن السيارات التي تدخل إلى المناطق الغير محررة والتي تحت هيمنة الحوثيين هناك يتم التشيك على بيان الجمرك الذي طلع من شحن أو من الوديعة. طيب وإذا حصل النسبة 35% يضيف الحوثي 65% عشان تكون 100%، يعني القيمة المضافة تدفع للحوثي. طيب وكأننا نحن في اليمن في المهرة ندفع مجهود حربي التاجر يدفعها للحوثي. طيب تمام رفعت 10% ونحن في السلطة مش مرتاحين من رفع 10% ولا زلنا مطالبين بتخفيضها، وسيتم المطالب بتخفيضها والجلوس مع الجهات المعنية في المصلحة ومطالبة بتخفيضها. طيب استاذ بدر اسمح لي انا اعود للاستاذ اسمح لي انا اعود للناشط عضو اللجنة الإعلامية المنظمة للاعتصام الاستاذ علي مبارك. استاذ علي اذا الاستاذ بدر وكيل محافظة المهرة ينفي كل ما تقول، يقول ليست هناك أي يعني ضرائب 100%، كانت 35% ورفعت إلى 45%، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية المنفذ يعني لا زال يعني مفتوح ويستقبل ويعني كل يعني الناقلات أو المواد الغذائية وحتى المسافرين، هناك بعض الإجراءات فقط من جانب المنفذ العماني، أما في المنفذ اليمني في شحن كل فالصورة تمشي بصورة اعتيادية. طبعا الان نحن نسمع كلام السلطه وهذا كلامهم خرج يعني في المره الاخيره بعد ما اخرجوا بيانات، هم اصحاب اللي هم في الواقع نفسه اللي هم في المنفذ نفسه، اكثر من 15 مؤسسه وشركه وتاجر داخل المنفذ هم خرجوا بيان
البيان ينص على انهم رفعوا الجمارك 100%. بيان ورفعوا رساله للسيوخ والقبائل والسيوخ والاعيان يطالبون بان تخفض هذه النسبه. كذلك انهم في البيان نفسه اكدوا على انه ما اعتمدوا حتى الان الوثائق اللي تجي من المنطقه الحره ما عاد اعتمدوها نهائيا. يتم بالاضافه الى ذلك اضافوا بعض المواد التي الان منعوها. والان انا قبل لحظات كنت على تواصل مع الاخوه موجودين داخل المنفذ انه اكثر يعني تقريبا في حدود 12 كيلو الى داخل عمان تواصل موقفه، وان العمل واقف 100% داخل المنفذ، وانه مبردين عن العمل جميع التجار. الان هم اخرجوهم من الداخل، يعني كانت الكرفانات حقهم والاماكن حقهم داخل المنفذ طردت اصحاب المكاتب الجمركيه برا، فلذلك الان هم اضربوا عن العمل. حتى انه قبل يوم او يومين ذهب رئيس او مدير المنفذ الى المحافظه ويقول انه سيطالب لهم بتمديد الفتره الى 15 يوم لكي يستمر العمل، ورجع دون فائده. صحيح هم في السلطه يمكن ما عندهم قرار، فلذلك نحن كنا ولا زلنا ونؤكد ونطالب بان ترجع الامور الى مجراها وان يكون لهم السياده في مكانهم. مطالبنا نحن من قبل كمعتصمين نطالب ان ترجع الامور بيد السلطه في المحافظه، ان يكون بيدهم القرار، ما يكون قرار متخذ عليهم وانه يضر في المصلحه العامه. حتى لو افترضنا انه 10% في ظل الاوضاع المترديه في ظل الانهيار الموجود داخل العمله ما نرضاه ابدا. يعني نحن الان نريد من السلطه ان تاخذ موقف، سواء من التعال او من رئيس مصلحه الجمال او من اي جهه اخرى، ان ياخذوا موقف ثابت في مصلحه المهره، وان لا يكونوا ضد المواطن المغلوب، وانهم يظهرون للناس ان المواطن هذا هو اللي يفتح الازمات، وبالعكس المواطن يريد مصلحه المهره ومصلحه المحافظه نفسها والسلطه في المحافظه. حتى انه في النقاط الست، من ضمن النقاط الست ان ترجع الصلاحيه السلطه المحليه بالمحافظه، وان يكون القرار بيدهم، وان لا يكون القرار مفروض عليهم. نعم. طيب استاذ بدر، اذا لماذا لم يعد القرار بأيديكم ولماذا لا تعود الأمور إلى سابق عهدها؟ لأن كل الإجراءات الآن المتخذة هي تطال المواطن المهري بالدرجة الأولى واليمني بشكل عام. القرار بأيدينا والقرار بيد المحافظة والمجلس المحلي، ولكن في هناك بعض الإجراءات من المصلحة يجب علينا احترامها وهذه نافذة على كل المنافذ اليمنية، وأيضا نحن لسنا موافقين عليها، ولكن يتم حلها بطرق تفاهم وحوار بين السلطة وبين المصلحة، وهي نسبة بسيطة لا تدعي أن يتم ترويجها وفي برامج خاصة لها. نسبة 10% ما تزيد حتى أشياء بسيطة، 10,000 اليمني في الكرتون أو في الطن أو حاجة، يعني نسبة بسيطة. أهل الجمارك يعلمون كم هي هذه النسبة، لكن البعض أنت تراها نسبة بسيطة أستاذ بدر، أنتم في السلطة المحلية ربما تراها نسبة بسيطة، لكن المواطن متضرر منها ولو كانت بسيطة، هو يراها شيء كبير في ظل الأزمة والحرب وعدم وجود رواتب وعدم وجود وظائف وعمل إلى آخره. أخي لا تقاطعني، لم أكمل كلامي. طيب أكمل كلامي. أنا أريد أوضح أن هذه إجراءات بسيطة وهي سائرة على كامل المنافذ. لماذا لم يحصل لها زوبعة وهي تنفذت في منفذ الوديعة من قبل شهر وأكثر؟ تنفذت في آخر منفذ وهو شحن، ثم قبل أيام تنفذت هذه النسبة 10% وحق الدفع الرباعي. لكن في المهرة مثل ما سمعت من زميلنا في التقرير قبل شوية، لأن المهرة يحاولون أن يجعلوا من المهرة ساحة بين دول خليجية، خلافات دول خليجية، فأبناء المهرة لا يقبلون أن تكون المهرة ساحة بين الخليجيين. أبناء المهرة لن يقبلوا والسلطة لن تقبل لأن تكون السعودية مع قطر أو قطر مع السعودية في خلافات في المهرة. هذا لن يحصل أبدا، ومهما حاول بعض الشخصيات الى جر المهر الى هذا المستنقع، فالمهر بابنائها ثابته وبسلطتها ثابته. ومن هنا اكرر واكرر هذا الكلام اكثر من مره، لان المهر امنه ومهر مستقله، وما يحصل في منفذ شحن امر طبيعي ولا داعي لان نزايد ونكبر حجم هذه المساله. المساله بسيطه،
طيب 10% لن تضر احد، وان شاء الله السلطه ستعالجها باسرع وقت. نعم استاذ علي مبارك، اذا الاجراء هو طبيعي وهو ساري على كل المنافذ اليمنيه، ليس على منفذ شحن فقط في المهره، هو ايضا في منفذ الوديعه وبقية المنافذ الأخرى، رفعت النسبة 10% على الضرائب للبضائع، وأيضا منع سيارات الدفع الرباعي، ليس يعني المقصود المهرة فقط، وهو هذا قرار سيادي لكل المنافذ اليمنية. علي مبارك، ربما فقدنا الاتصال بعلي مبارك. طيب الآن السؤال الأخير فقط لك أستاذ بدر سالم، الآن أنتم كسلطة محلية ما هي يعني توجيهاتكم ورسائلكم التي يجب على الجميع أن يلتف حولها، أو أيضا الحلول التي يجب عليكم الإسراع فيها في منفذ شحن والوقوف مع المواطنين والوصول إلى حل جذري ونهائي مع هؤلاء الناس في هذا المنفذ؟ ما يحصل في منفذ شحن من بعض المكاتب التي اعترضت فيه، بعض المكاتب تم اتخاذ عليها بعض الإجراءات من رئيس المصلحة كونها لم تحصل على التصريح من المصلحة ومعها تصريح محلي من السلطة، ولكن محافظ المهرة وعد بأن يتم معالجة هذه الإشكالية، هذا من جانب. أما من جانب النسبة التي رفعت هي نسبة بسيطة وإن شاء الله يتم معالجتها، وأيضا من ناحية بعض البضائع التي عليها الحظر يتم النجاش فيها مع الجهات المانعة التي هي المصلحة. هذه المرة أتت يعني التعميم أتى من المصلحة ولم يأتي من التحالف، التحالف موجود عندنا وهو أقرب لنا من المصلحة، المصلحة في عدن، التحالف موجود في المهرة، مقر موجود في المهرة في المطار، وبإمكاننا أن نناقش معاهم كل مسألة ليل نهار، وأبوابنا وأبوابهم مفتوحة للجميع، ما بيننا أي حواجز. أيضا أحب أن أشكر من هذا المنبر، أنا أشكر وأن أوصي أبناء محافظة، أنا أشكر المملكة العربية السعودية على دعمها لمشاريع كبيرة لأبناء محافظة المهرة ب 670 مليون دولار، وأحب أن أوصي أبناء محافظة المهرة أن يحافظوا على هذا الاستقرار، لأن هذه المشاريع لن تتنفذ إذا حصل لا سمح الله أي انفلات أمني في محافظة المهرة. هذه المشاريع لن تتنفذ إذا حصلت زوبعة أو تدخل من أي أطراف خارجية. المهرة آمنة بسلطتها وبأبنائها ومشايخها، وإن شاء الله هذه المشاريع ستنقل المهرة إلى نقلة نوعية أنت في التطور في الجانب البنية التحتية بشكل عام. شكرا جزيلا لك وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب الأستاذ بدر سالم، وعودة أخيرة للناشط علي مبارك. أستاذ علي، إذن سؤال أخير كنت قد سألتك لكن فقدنا بك الاتصال، حول أن هذه الإجراءات ليست يعني بالتحديد على منفذ شحن في المهرة، ولكنه قرار سيادي لجميع المنافذ اليمنية فيما يخص رفع 10% بالضرائب وأيضا منع السيارات الدفع الرباعي، إذن لماذا أنتم تعترضون يعني عكس بقية المنافذ وهو قرار سيادي من الدولة ولا علاقة الأحد فيه؟ نحن من بداية الأزمة كنا منفصلين عن هذه المحافظات، هذا شيء. الشيء الثاني، نحن نرى أنه قرار مستهدف للأمن الاقتصادي المهري، لأنه في هذه الحالة وخاصة في ظل هذه الأوضاع، وأنه يتم تعديد الأمور في المنفذ، وأنه قبل أيام خرج المتظاهرين من أجل أن تتحسن الأمور في المنفذ يزيد الأمر أشد، وأنهم يعدد الأمور، نرى أنه سابقة خطيرة على الوضع الاقتصادي الآن وقبل أشياء، يعني الشهور اللي فاتت بحكم أنهم خلال الفترة الماضية عملوا قيود استثنائية على التجارة، قلت نسبة الإيرادات للمحافظة، حتى أنه في بعض المكاتب يعني أنه الميزانية التشغيلية للمكاتب ما عدت، ولا حتى الآن هم عملوا متعاقدين ولم يعطوهم رواتب، متعاقدين جدد من شهر 7 وإلى الآن لم يخرج لهم أي رواتب. تدري ليش المشكلة؟ المشكلة أنه في قيود موجودة على المنفذ من يعني من أين يتم ياخذوا رواتبهم؟ يعني مصدر المحافظة الوحيد هو هذا المنفذ، يمكن المنافذ الأخرى والمحافظات الأخرى لها مصادر، أما المهرة ما لها غير هذا المصدر. كما يقول مثلا هو الوكيل انه في هناك مشاريع وفي هناك وعود، الى الان هذه الوعود كسراب لم تتم منها اي شيء، انما هي وعود لو تحققت فالمهرة بحاجتها ونحن نفرح ونحن نريد هذه الوعود ان تترفض، ولكن نحن عارفين وعود التحالف لو انه في بما انه بيعمل لعمل محافظات محرره من دراسه المواد لم يعمل لا شيء، الى الان يتم انه بيعمل ويعمل، لو يعمل انما هو هذه
كلهم مشان يخفف الضغط على الشعب لأن الشعب خرج عليهم، فلذلك عملوا هذه الوعود. ونتمنى ذلك، نتمنى من السلطة المحلية بالمحافظة، ونتمنى من التحالف العربي لقيادة المملكة العربية السعودية أن يتفاهم الوضع. نعم، أشكرك جزيل الشكر عضو اللجنة الإعلامية المنظمة للاعتصامات في المهرة علي مبارك، والشكر أيضا لوكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر سالم. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.